اليوم ونحن في الدرس كمان الأول راح ننتبه كيف نحن منغير سرعة حركة الأوس، كيف منغير الأوس من وتر إلى وتر اللي بعده. هلأ راح ركزتكم على هالأشياء هاي اللي نحن راح نشوفها بالتمرين رقم واحد. التمرين رقم واحد عندكم البداية طبعا نستخدم المترونوم بسرعة 80. إذا استخدمناه عندكم في فوق العلامة اللي هي الري مرتين، كل واحدة روند يعني هيك ري، في عندكم الأوس اللي هو مربع ناقص ضلع من تحت، وفي مثل سبعة بالعربي أو سهم لتحت، هذا بيعني الأوس في الطالع، والمربع اللي ناقص ضلع من تحت بيعني إنه الأوس نازل. يعني لما بنجي على أول نوتين في التمرين هي هيك إنه ري ري 2 3 4 ري 2 3 4. بدي غير لوتر الصوت اللي بعده، كمان برفع ايدي لفوق اللي ماسك الأوس اليمين، كمان برفعها هيك، بعمل هيك وباخد صوت صوت 2 3 4 صوت 2 3 4. منيجي من المزورة رقم 21 بيختلف الوضع، بصير التمرين له شكل تاني. شو هو الشكل؟ الشكل انه نحن هون بنقسم المزورة اللي كانت روند وروند بنعملها بلانشين وروند وبلانشين وروند بلانشين وروند. شو الفرق بقى لما عملنا بلانشات بغير الروندات؟ الفرق هلا هون انه انا بدي استخدم في المزورة 21 الأوس بطريقة دبل السرعة لما كنت عم استخدمه بالروند. ليش؟ لانه لما عم بعمل روند عم بقول 1 2 3 4 1 2 3 4، بينما هون بمزورة 21 بدي اقول 1 2، خلص الأوس. إذا لازم أخذ السرعة مضاعفة 1 2 1 2. هلأ 4 ببطئ السرعة 1 2 3 4. مزورة 23 نفس الشيء 1 2 1 2 1 2 3 4. مزورة اللي بعدها 1 2. شوفوا أنا نسيت، ما بصير ننسى، بدنا نشوف. يعني أنا هون عامل مثلا 1 2 3، بدي أنزل الصول أنا عامل مثلا 1 2 3 4، هلأ بنزل الصول صول 2.